الملاحظ مشاهدي قصة الفورم هو أن اللون ديال الماء كيميل إلى السواد، ففي اعتقادي الشخصي أنه تأثير ديال مطاحين الزيتون. لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه هو: هل يشكل هذا نوعا من التلوث؟ وهل يمكن أن يكون مضرا بالفرشة المائية وكذلك بالنباتات المحيطة أو الأغراس التي تسقى من هذا الواد؟ احنا كنعرفوا بأن العديد من السكان أو الأراضي المجاورة للواد يتم سيقيها انطلاقا من هذا الواد. إذا السؤال كيف والمجموعة يعني مندهشون لهذا اللون هذا اللي ما تعودناش عليه. ففي هذه الفترة كنا متعودين أننا كنشوفوا اللون يميل إلى البني، فالآن اللون هو أسود، فنتخوف من أن يكون له تأثير سلبي على المزروعات وكذلك حتى على الحيوانات اللي كتعيش من خلال اللي كتشرب من هذا الماء وهذا، وبالتالي يقدر يكون عنده انعكاس سلبي حتى على المدينة برمتها. هذا هو التخوف ديالنا. هنا كنا بصدد تصوير اخر صور للمدينه عموما في هذه الاجواء الممطره، ورصد بعض المناطق اللي ممكن تكون ضرت او عرفت بعض الفيضانات البسيطه، ولكن الحمد لله تبين لان المدينه لهذه الساعه ليس هناك ما يقلق او ما يخيف سوى هذا. كما تلاحظون نحن فاجئين.